بغيت نهضر على مشكل ديال منع النقاب في المغرب. تسالاو عندنا المشاكل وتسالاو عندنا المصايب في المغرب، باش غادي نحنا واحد الفئه، واحد الشريحه كبيره في المجتمع ديالنا اللي هي شاده تقارها، اختارت ان نمط العيش ديالها يكون هكاك، اختارت التقرب الى الله، شافت انها غدير النقاب، ما شغلناش فيها. انا متبرجه، عاجبني التبرج ديالي، انا اللي خصني نعيش خايفه في المغرب كدوله اسلاميه على انني كنخرج بالجين مقطع، ولا تنخرج في الصيف بالشورت مع بنتي، ولا تنخرج مع الريال. انا اللي خصني نخاف، لان احنا في دوله اسلاميه، ما خصنيش نخرج، انا ما خصنيش نخرج متبرجه. المفروض انا اللي نكون خايفه انني، علاش انا متبرجه؟ ماشي حدا مسكينه منتقبه، الراجل ديالها قرر انه يدير التجاره، داك التجاره البسيطه اللي هي بيع الخضره ولا بيع الملابس ولا بيع النقاب كاع، على شنو فيها كاع؟ انا السيد الى داير اللحيه تبيع النقاب. حنا عندنا السلفيين، انا شفتهم عشت معاهم في المغرب، السلفيين المغاربه شادين تقارهم، اختاروا داك نمط العيش ديالهم، اختاروا بغاوه عجبهم، شادين تقارهم، ما تيجبدوا سياسه، ما باغيين سياسه، ما اصلا ما طالبين من الدوله حتى شي حاجه، لانهم عايشين راسهم براسهم. واش انا نخلي الجريمه منتشره في المغرب كامل، حتى ولا الواحد تيفكر الف مره واش يهبط للمغرب ولا ما يهبطش، على اساس الشرمي اللي ولا والسيوف اللي ولا، حتى واحد ما قادر عليهم، وزاره الداخليه ما قادرش على هادوك، تلقاهم كل واحد كل نهار واحد مسيكاتري في جهه، كل واحد هز السيف في جهه، هادوك ما تيخافوش منهم، هادوك ماشي ما عندهمش ضرر في المجتمع، لا، وحده منتقبه هي اللي عندها ضرر في المجتمع، هي اللي غادي تضر المجتمع ديالنا. وحده منتقبه راجلها تيبيع الخضره، ولا راجلها تيبيع، ولا تيبيع داير الحوينيت ديالو، هذا هو اللي عنده ضرر. اما وحده متبرجه هذاك عادي، التبرج الا كان النقاب ماشي من العادات ديالنا، باش يجي عندي واحد المجموعه ديال الذكور اللي جالسين، ماشي الرجاله، الرجاله بزاف عليكم، واحد المجموعه، ما تنعممش، انا تنقول داك المجموعه اللي هضرات، اللي جالسه كتنتقد في المنقبات، ولا تيهضر لهم الغيربان، ما الغيربان، والزي ماشي 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 مغربي، والزي ما تيصيبش، على اللي كتلبس المايو داك السيد ديالنا المغربي، على انا ما كنمشيش الصيف للبحر ونتعرى في البحر، هذاك السيد ديالنا المغربي، هذوك التقاليد ديالنا، ماشي التقاليد ديالنا، الا جينا نطبقوا التقاليد ديالنا نطبقوا على 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 اللي ما لابساش النقاب، وعلى اللي لابسه النقاب، على اللي تطلق شعرها بحالي، وعلى اللي تدير النقاب. انا يفرض عليا الجلابه، انا ما تدخليش عندي للمغرب، حنا التقاليد ديالنا ماشي تلبسي الجين مقطع والشورت وتلبسي لي انا الديباردير وتخرجي به في الزنقه، هذوك ماشي من التقاليد ديالنا، كيف ما النقاب ماشي من التقاليد ديالنا. اي لا جاي يطبقوا ويكونوا الناس سواسيه، انا هذه اللي كنسميها العداله الاجتماعيه. اما داك الشريحه ما ضرناش، وكلشي عارفهم انه ما ضرناش، اللي ضرنا هو التشرميل، اللي ضرنا هو الفساد، الفساد، الصحه، الصحه، هاد الوزارات هادو كلهم، هادو اللي ولا الحكومه اللا اسلاميه اللي نايضه لينا دابا، ولا قالت لك الصحه هزات يديها على الصحه وعلى التعليم، حتى شي واحد ما هضر عليه. انا غنمشي نهضر على واحد الشريحه اللي شاده فقاره ومكوانيه مسكينه ومعيشه راسها براسها، اللي كيشدوا واحد شويه ديال راس المال وتيتعاونوا ما بيناتهم، اللي تيبيع خضيره، واللي تيبيع السندويتشات في الزنقه، واللي غير باش يعيش راسو وحاني راسو، ما تيهضر لا في السياسه. خليني من هذاك ابو الناعم ولا ابو الجابيل ولا هذوك اللي تيبانوا في التلفزيون وتيبقاو تيتكفروا عباد الله، هذوك ما عنديش دخل بهم، انا تهضر على السلفيين اللي عشت معاهم وكانوا الاصدقاء ديالي، اللي كيشد تيتعاونوا ما بيناتهم وتيكونوا واحد راس المال صغير، اللي تيبيع الخضره، ولا اللي تيمشي يحل الحانوت ديال الدرور، اللي تيحل الحانوت ديال النيق يبيع النقاب. علاش ما هذا النقاب؟ انا بغيت نعرف هاد الفئه، هاد المجتمع اللي غادي تقول لي انا كتمس استقرار البلاد. علاش اخويا المشرمل اللي كيضرب لكم السياح ما تيمسوش استقرار البلاد؟ باش انا غنمشيو واحد المشرمل نقطع له يدو، نقطع السائح يديه، هذاك ما تيمس استقرار البلاد؟ ما تعطيش وجهه غير مشرفه للبلاد؟ على الخليجيين من يديروا لنا الدعاره الجنسيه في المغرب، هذوك ما تيمسوش استقرار البلاد. اللي تيمس استقرار البلاد هي وحده ديال النقاب وقاسم كمشايه وراجلها وغادا هي وليدتها وجايه وليدتها، انا نفرض عليها دايره واحد 20 عام، انا صحاباتي منين كنت في المغرب وما دايره النقاب، وحده دايره هذه 20 عام ولا 25 عام ولا 15 عام، غادي نقول لها لا حيديه، مفروض عليها ما بقاش النقاب، حيديه بأين حق؟ وحريه اللبس مصايبه كافه لنا الدستور، سواء بغيتي تعري، بغيتي ديري النقاب، بغيتي ديري الحجاب، بغيتي تخرجي بالحوايج، حريه اللبس هذيك كافه لنا الدستور. ما يجيش واحد يقول لي لا انا غادي نفرض صافي قرع مال البرقع، ما كاينش البرقع، ماشي من العادات والتقاليد ديالنا، على التيرو شوط من العادات والتقاليد ديالنا، لا هذاك من العادات والتقاليد ديالنا، ولا هذاك من العادات والتقاليد ديالنا، جينا نطبقوا العادات والتقاليد ديالنا، نطبقوا على كل شيء، المسطرات تمشي على كل شيء، انا هادشي اللي تنعرف. اما انا باش وحده دايره النقاب ما مساني في والو، غير انها اختارت تعيش بينها وبين الله هكاك، باغا التقرب ديالها بان ليها في انها دير النقاب تستر راسها وتبقى منها لراجلها لوليداتها ونسيدها ربي، هذيك حريه شخصيه،
ما تقوليش فيها انايا، ما تتمش، ما مسات ليا، لا 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 لا، ما مساتني، لا انا كمتبرجه كتهضر معايا باحترام، وانا مسات واحد اخر، وانا بغات تزعزع استقرار البلاد. علاش باغي نزعزعوا استقرار بلادكم؟ بغاو يزعزعوا استقرار البلاد. كل شحال هذه ناس شاد انتقام، كل ما بيعوش خضره، كل ما شدوا 60 حجوه بقى قراو مساكن النهار كامل. واحد يمشي يبيع ساندويتش في العشيه، والاخر يمشي يبيع الخضره ديالو، واحد يحل الحوانيت ديالو فين تيبيع الحليب ويبيع كاسكروب. الا باش نجي انا نفرض على المشروع، مني خليت المشروع مني، ونخلي الصحه، ونخلي التعليم، التعليم اللي هو من الاساسيات، نخلي الشعب كله مكلخ، ونجي نشد في النقاب، ويجي واحد المجموعه اللي كاسسه قرا في الفيسبوك النقاب الغربان، وحده مسكينه غير تهضر تقول لهم قتلوني ولا عاد حيدوا لي النقاب الغربان، ما عجبهاش هذا، ما عرفناك رجوله امراه، صرت لعطيك الدل، صرت لعطيك الدل من عندي انا، ني جاتك الرجوله الدكار، راك انت غير تاكر مر الرجوله بزاف عليك، الرجوله مشات مع ماليا، الله يعطيك غير الدل من عندي انا، وسمحوا لي راه طولت.